صحراء وردي يقول لنا يعني إياكم أن تظنوا أنكم بإحراز 78 تعريفا أو بالوقوف على 200 تعريف أنكم بلغتم الغاية. لا، ده احنا لدينا أكثر من ذلك بكثير، تزيد على 1000 قول في تعريف التصوف أو الصوفي. والسهر وردي يعلل ذلك، يعني يتحدث عن أسباب ذلك بتنوع تعريفات القوم للتصوف أو الصوفي، بيان أن كلا أشار إلى الحال الذي يشعر به. فهنالك حالة الفقر، والفقر على فكرة ليس معناه أن الإنسان لا يمتلك مالا، لا. سنأتي إن شاء الله في محاضرة كاملة عن اصطلاحات الصوفية. وفي حالة أخرى هي حالة الزهد، وفي حالة هي حالة الورع، وفي حالة هي حالة الخوف، وفي حالة هي حالة الرجاء، وفي حالة هي حالة الحب، وهلم جر. إذن هذه الحالات إذا عرف الصوفي التصوف فإنما يعرفه بأحاسيسه بهذه الحالات. ورجح السهروردي أن يكون التصوف اسما جامعا لمعاني الفقر والزهد مع مزيد أوصاف وإضافات. كما أخذتم أبنائي وبناتي في المنطق أنه نستطيع أن نقول إن كل متصوف زاهد، وليس كل زاهد متصوفة. فالتصوف أشمل وأرحب، والزهد شيء أخص. يبقى التصوف عام والزهد خاص. إذا وقفنا على تعريف معروف الكرخي الذي يقول فيه إن التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. الله 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 الله. التصوف الحقيقي غير بقى ما بنسمع أو بنشوف. إذا أردنا التصوف الحقيقي هو الأخذ بالحقائق. وأين تجد الحقائق؟ في 3 مواطن: في كتاب الله عز وجل، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمن عقل الكتاب والسنة. يبقى إذا كان لديك القدرة ولديك الأدوات، لديك الوسائل التي تفهم بها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثم الحقائق موجودة. طيب أنا ليست لدي القدرة، إذن تأخذ عمن فهم وعقل وتدبر واستوعب كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ركن من أركان التصوف. والركن الثاني: واليأس مما في أيدي الخلائق، أن يكون استرزاقك بالله وطالبك من الله ورجاؤك في الله وتوكلك على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك الصبيان، أولاد الصغيرين، كان يغرس في نفوسهم هذا. وحديث سيدنا عبد الله بن عباس في غاية الشهرة: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحانك يا ربي. فتعريف معروف الكرخي تعريف في غاية الجمال: الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. تعريف آخر هو تعريف لسمنون المتوفى سنة 90 و200. يقول: التصوف ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء. يا سلام، يعني إيه ألا تملك شيئا؟ ده أنا عندي بيت وعندي شقة وعندي سيارة وعندي فلوس في البنك وعندي، لا، هذا ملك زائل، فأنت تنظر إليه على أنه شيء مؤقت تستثمره للملك الدائم للحياة الباقية. وفي نفس الوقت ألا يملكك شيء، ده المهم، أن المال لا يملكك، أن الأسرة لا تملكك،
ان اصحابك لا يملكونك، ان شهواتك لا تملكك، ان هواك لا يملكك. فاذا وصلت الى هذا الا تملك شيئا لانه اصلا فان، والا يملكك شيء لانك ملك لله عز وجل، فانت قد وصلت الى حقيقه التصوف. تعريف عثمان عمرو بن عثمان عفوا عمرو بن عثمان المكي المتوفى سنة 91 و200، يقول: التصوف أن يكون العابد في كل وقت مشغولا بما هو أولى في الوقت. الله، عمرو بن عثمان المكي أخذنا من النظر إلى التطبيق. أنت النهاردة عندك محاضرة، التصوف أن تكون موجودا في محاضرتك، وأن تكون قبلها قد أخذت قسطا من الراحة حتى تكون في كامل طاقتك ولياقتك الذهنية والروحية والجسدية. النهاردة عندك عمل فأنت متصوف ما دمت تحسن في عملك وتنشغل بعمل الوقت عن غيره. حضرتك صلاة الظهر حضرت، تكون متصوفا حقا إذا قمت إلى الصلاة. رمضان حضر، تكون متصوفا حقا إذا أعددت نفسك لرمضان ليله ونهاره. ابنك عيان فأنت متصوف حقا إذا أخذته إلى الطبيب. ابنك عنده امتحان بكرة، يبقى أنت متصوف حقا إذا فرغت نفسك لرعاية والدك في ظروفه الخاصة. أنت متصوف حقا إذا أعطيت جارك حقه بالزيارة والعناية والهدوء والسكينة وحسن الجوار. التصوف الحق أن تكون مشغولا في كل وقت بواجب الوقت. الذي لا يفعل ذلك لا يكون متصوفا في رأي عمرو بن عثمان المكي. تعريف أحمد الجريري المتوفى سنة 400 و300 أو سنة 111 و300 من الهجرة، يقول: التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب. أن تراقب حال نفسك وأن تلزم الأدب مع ربك ومع خلقه ومع نفسك. إذا فعلت ذلك فهذا هو التصوف. مرة تاني، مراقبة الأحوال، أن تراقب حالك. هل حالك حقا هو حال المنيب إلى دار الخلود، المتجافي عن دار الغرور، المستعد للموت قبل نزوله، ولا هو حال الله الساهي الغافل؟ الإجابة تجدها فقط عند نفسك. تعريف الشبلي أبي بكر الشبلي المتوفى سنة 34 و300 من الهجرة، يقول: التصوف ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك. يا الله، مش احنا قلنا قبل كده ان حضرتك عندك طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة روحية اللي احنا بنحاول ان ننميها في هذه المحاضرات وأن نستثمرها، تمام؟ هذه الطاقات متكاملة، ولذلك يأتي تعريف الشبلي بأن التصوف هو أن تضبط حواسك، عينك، لسانك، أذنيك، قدميك، يديك، بطنك، فرجك، وأن تراعي أنفاسك إلى هذا الحد. نعم، إلى هذا الحد يدلنا أبو بكر الشبلي. فإذا انتقلنا إلى تعريف سيد الطائفة الجنيد، ده يعني شيخ كبير جدا من مشايخ التصوف، والمتصوفة يسمونه أو يطلقون عليه سيد الطائفة، يعني سيد المتصوفة، وهو متوفى سنة 97 و300 من الهجرة، يقول: التصوف، ركز معايا، أن يميتك الحق عنك ويحييك به. الكلام الكبير
مش كبير وبس، ده كلام كبير وصعب حقيقي، ده صحيح. أن يميتك الحق عنك، يعني أن تنفنى عن النظر في حالتك الجسدية الجسمانية فقط، ويبقى كل الهم أن احنا ناكل ونشرب ونمتلك السيارة عشان نتنقل، ويبقى عندنا تأمين صحة عشان لما نمرض نتعالج. كل الكلام ده أصلا هو كلام الجسد، تنمية الطاقة الجسدية بس، وده مطلوب طبعا، بس مش هو المطلوب الأول، لا. وأن يحييك الله به، حياة العقل وحياة الروح. فإذا وصلت إلى هذا بأن الجسد مش هو الشغل الشاغل عندي، احنا بنلاقي حد ويقال أنه عنده المرض الفلاني وتبقى كارثة ومصايب والناس تبكي، ويبقى بينما هذا الإنسان قد يكون قلبه ميتا ولا يشعر به أحد، بل هو لا يشعر بنفسه. فماذا ربح هذا الإنسان؟ يعني انظروا إلى ما قال الله عز وجل عن هذه الحال: والذين كفروا، غير المؤمنين غير الموحدين، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. ده معنى أن يميتك الله عنك، أن تصير إنسانا وليس مجرد حيوان فيزيائي، لا. وأن يحييك الله به، بأوامره، بكتابه سبحانه، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهدي الصالحين السالفين من أمتنا ومن كل الأمم. أن يميتك الله عنك، وأن يحييك الله سبحانه وتعالى بك. ما زلنا نحاول الإجابة على السؤال الأول في محاضرة اليوم: ما التصوف؟ وإلى حضراتكم مزيدا من التعريفات. أبو نصر الطوسي يعرف التصوف بأنه إسقاط رؤية الخلق ظاهرا وباطنا، يعني أن يكون شغلك الشاغل وأنت تتعبد وأنت تعمل وأنت تعامل وأنت تتكلم وأنت تصمت وأنت تذهب وأنت تجيء وأنت تعطي وأنت تمنع وأنت تحب وأنت تكره وأنت تقبل وأنت تدبر، أن يكون نظرك إلى الله في الظاهر وفي الباطن. لا تعبأ بنظر الناس، اجعل نظر الناس آخر حاجة تفكر فيها. بطبيعة الحال إذا دققنا، التصوف إسقاط رؤية الخلق ظاهرا وباطنا، زن نفسك بهذا الميزان ستجد أننا أصحاب كلام فقط، لازال بيننا وبين الحقيقة الصوفية بون شاسع ومشوار طويل. رويم المتوفى سنة 300 يقول إن التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. وكأن رويم يكمل لنا التعريف السابق. في التعريف السابق يقول لك دعك من الخلق، والتعريف ده بيقول لك إيه بقى؟ كن مع الخلق، دعك من الخلق وكن مع الحق سبحانه وتعالى. ده تعريف رويم. كن مع ربك دائما، أن تسترسل مع الله عز وجل على ما يريد. فإن أراد منك قياما قمت، وإن أراد منك راحة استرحت، وإن أراد منك إقبالا أقبلت، وإن أراد منك إقبالا إدبارا أدبرت، وإن أراد منك نطقا تكلمت، وإن أراد منك إمساكا صمت. كن مع ربك سبحانه وتعالى. إن أراد منك صلة وصلت، وإن أراد منك قطعا قطعت، وإن أراد منك محبة أحببت، وإن أراد منك كراهية كرهت. كن مع ربك كما قال رويم. أبو سهل الصعلوكي المتوفى سنة 87 يقول إن التصوف الإعراض عن الاعتراض. فإذا كان تعريف رويم تعريفا إيجابيا، كن مع الله على حسب إرادتي حسب ما يريد، فأبو سهل الصعلوكي يقول العكس، يقول أن تعرض عن الاعتراض. يعني إيه؟ إن شاء الله هصلي. طب ما هو ربنا شاء، أنت مين قالك إن ربنا ما شاءش أصلا أنك تصلي؟ إن شاء الله سأترك هذه الصحبة غير الصالحة. طب ومين قال لك إن الله عز وجل
لم يشأ لك، طالما أمرك يبقى هو شاء لك، الفاضل أن أنت تفعل المشيئة. فيأتي الأمر من أوامر الله عز وجل فيعترض عليه الإنسان بعقله ويقول لا لا لا، أنا عقلي لا يستوعب هذا الكلام. ما شاء الله، منذ متى؟ أنت منذ أسلمت لله رب العالمين، فالإسلام معناه الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. فتعريف الصعلوكي هو تعريف سلبي يكمل تعريف رويم الإيجابي. التعريف التالي تعريفات مهمة جدا وأرجو أن نستوعبها. فثم تعريفات مختصرة وهي في اختصارها جامعة. مثلا أن التصوف هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. أن تجد في سلوكك أي في طريقك في المشوار الدنيوي بتاعك إلى حضرة ملك الملوك سبحانه وتعالى، أو الموافقة للحق والمفارقة للخلق. وليس معنى المفارقة للخلق أن أعيش منعزلا أو أن أعيش وحيدا، لا إطلاقا، ولكن المفارقة للخلق بمعنى المفارقة لهم حال أهوائهم واتباع شهواتهم. حينئذ تفارق وتكون معهم، يعني أنت تخالطهم وتأكل معهم وتذهب وتجيء معهم وتسكن معهم في نفس السكن، لكن روحك مش معاهم، روحك مع ربك سبحانه وتعالى. أو أن التصوف وابتغاء الوسيلة إلى منتهى الفضيلة، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والجهاد على فكرة غير القتال، ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد أعم من القتال. فابتغاء الوسيلة إلى منتهى الفضيلة زي ما احنا بنحرص على أبنائنا، يا ابني لازم في الشهادة الابتدائية تطلع الأول على المدرسة، وفي الإعدادية تطلع الأول على المنطقة، وفي الثانوية تطلع من أوائل الجمهورية، ولازم تدخل طب أو هندسة أو كلية مش عارف من كليات القمة، ولازم، وده شيء طيب، يعني نحن لا نرفض هذا، ولكن كما تطلب التميز والرفعة والسمو في أمور الدنيا، فيا أخي من فضلك أطلب التميز والرفعة والسمو في أمور الآخرة. وبعضهم قال إنه التصوف هو حفظ الوفاء وترك الجفاء، أن تحفظ وفاءك لله عز وجل بعهده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تحفظ هذا العهد وأن تترك الجفاء لربك. يا أخي، يعني أنت إذا جافاك أحد من الخلق وأنت تحبه تجد قسوة وتجد اضطرابا نفسيا وتجد جفافا في حياتك لمجرد أن أحدا من الخلق جافاك، فكيف تجافي ربك؟ يعني هو ينعم عليك ويتفضل عليك وأنت تجافي ربك فيما أراد منك في أمور الدنيا والآخرة. وهنالك أيضا تعريف يقول: التصوف هو الرغبة إلى المحبوب في درك المطلوب. الرغبة إلى المحبوب في درك المطلوب يعني إيه؟ يعني أن ترغب إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تستمد منه القوة والحول والطول بأن يكرمك في أن تدرك المطلوب منك. فالمطلوب منك أن تكون عابدا فتكون، أن تكون عاملا فتكون، أن تكون مخلصا فتكون، أن تكون متفوقا فتكون، أن تكون متميزا فتكون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فقال: إننا نسأل ربنا سبحانه وتعالى معالي الأمور في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وثم تعريف رائع للإمام محمد الباقر. الإمام محمد الباقر من آل بيت النبوة، من أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها والإمام علي، وهو متوفى سنة 13 و100 أو 17 و100 رحمه الله. التعريف دوت في غاية الأهمية
وأنا ألفت النظر وأؤكد على هذا التعريف. التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. يبقى التصوف ليس لباسا أو ثيابا أو مظهرا أو طريقة معينة من طرق العبادة، لا، التصوف خلق. التصوف هو صفة باطنك، فمن زاد عليك في التصوف زاد عليك في الخلق. فإذا أردت أن تكون متصوفا حقا، وكما قلنا قبل ذلك أن الاسم لا يعني لا يشغلنا، لا يشغلنا، لكن إذا أردت بالفعل أن تكون من أهل السلوك، من خواص الله تبارك وتعالى، فعليك بحسن الخلق. التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وهذا ما دلنا عليه كتاب الله عز وجل، ودلتنا عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل حينما أراد أن يمتدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يحثنا على حسن التخلق ماذا قال؟ قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، أو لأتمم مكارم الأخلاق. هو القائل في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، جماعة المتواضعين، الذين يألفون ويؤلفون، مش براوي، تلاقي كده اجتماعي وجميل أخلاقه حسنة ولفظه حسنة وتعاملاته طيبة، هذا هو الأقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم ألحقنا به في الصالحين يا رب العالمين. أيضا لعلنا بهذه التعريفات أدركنا أن التصوف الحق يدور مع الأدب، فكلما ارتفعت منزلتك في الأدب كلما ارتفعت منزلتك في التصوف. كلما كنت خلوقا كنت متصوفا، بغض النظر أنت تحب أن يقال عليك متصوف أو لا، ده موضوع تاني، هذا يخصك أنت، لكننا نريد أن ننفذ إلى حقائق الأشياء، لا تكون القشور هي التي تعنينا وهي التي تشغلنا وهي التي تستهلك طاقتنا الروحية والعقلية والجسدية بلا فائد ولا طائل. أبو حفص النيسابوري، وأريد أن يعني تركزوا معي في تعريفه للتصوف، يقول: التصوف كله أدب. يا سلام، كل أدب، كل أدب، لكل وقت أدب ولكل مقام أدب، فمن لزم الأدب في الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب ومردود من حيث يرجو القبول. يا الله، ايه الجمال ده، ده التصوف يا جماعة، ده التصوف الذي غاب عنا وغاب عن عقولنا وعن تصوراتنا لما رأينا من أمور هي أبعد ما تكون، ليس عن التصوف فقط بل هي أبعد ما تكون عن الدين أصلا. هذا هو التصوف، أدب، كل وقت له أدب، كل مقام له أدب. فإذا فعلت ذلك، يعني إذا التزمت بالأدب في الأوقات بلغت مبلغ الرجال، وكلمة الرجال هنا بمعنى الإنسان الكامل وليس بمعنى الرجال يعني الذكور، لا، كلمة الرجال تطلق على الكاملين الكمل من الذكور والإناث، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما هو الذكور فقط؟ لا، الرجال والسيدات. فكلمة الرجال لا تطلق فقط على الذكور بل تعم الذكور والإناث. التصوف أدب. القصاب المتوفى سنة 75 و200 يقول: التصوف أخلاق كريمة، جميل، ظهرت في زمان كريم،
من رجل كريم مع قوم كرام. يا سلام. القصاب رجل ذكي جدا. ماذا يريد القصاب؟ يريد أن يرتفع وأن يعلو بمصدر التصوف ليكون استمداده المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعتذر عن بعض الأخطاء الإملائية الموجودة على الشاشة، فأرجو أن تسامحوني. يبقى التصوف خلق كريم، أخلاق كريمة في زمان كريم، ده التوقيت. ظهرت من رجل كريم صلى الله عليه وسلم على قوم كرام وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كما قلنا لا ننشغل أبدا بالمصطلح ولا بالمسمى، وإنما ننشغل بالفحوى، مش بالاسم، بالفحوى. لذلك تقول عليه تصوف مرحبا، تقول عليه أخلاق مرحبا، تقول عليه زهد مرحبا، تقول عليه تربية روحية مرحبا. يتناول في محاضرات كهذه، يتناول في محاضرات التنمية البشرية، ليس لدينا مشكلة على الإطلاق. المهم أن نصل إلى الغاية وأن ندرك الأهداف. أبو الحسين النوري المتوفى سنة 95 و200 يقول: ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق. بعد جديد أضافه إلينا النوري. الموضوع ليس فقط نفي الرسوم بل حتى نفي العلوم، ويقصد بالعلوم هنا المعلومات، لأن لو كان العلم علما حقا لوصل بنا إلى الأخلاق. يبقى المهم في التصوف هو إيه؟ المهم في التصوف هو الأخلاق، هو الأدب، بغض النظر عن الرسوم الظاهرية، وبغض النظر عن كمية المعلومات المخزونة في عقل الإنسان يسترجعها متى شاء. لا، التصوف سلوك، التصوف أدب، التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. أبو محمد الجريري المتوفى سنة 1300 من الهجرة، 313 هجري، يقول: إن التصوف هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. ودعوني أقرأ التعريف مرة أخرى بطريقة أخرى: الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. الفرق بقى الفرق، لو قلت سني يبقى أنا نسبت الخلق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المتصوف وفيا كريما سخيا متواضعا حليما صبورا رشيدا، كل أخلاق النبوة. والخروج من كل خلق دني يعني من كل خلق متدنٍ. فإذا وضعنا دني بإزاء سني يبقى الأخلاق المبتدعة، أخلاق غير الحسنة اللي ظهرت بعد عصر النبوة إلى يومنا هذا. طيب والتعريف الثاني لما قلت سني بدل سني؟ سني يعني مضيء، منير، خلق طيب، خلق حسن، مرتفع، سامق، خلق سام بإزاء الأخلاق المتدنية التي تتدنى بأصحابها وبمكانتهم في الدنيا وفي الآخرة. التعريف التالي هو تعريف الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. يقول: التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، واحد، وتصفية الأخلاق، اثنين، وتعمير الظاهر والباطن، ثلاثة. لإيه؟ عشان إيه؟ فاكرين لما قلنا إيه غايتنا من مقرر التصوف؟ لنيل السعادة الأبدية. الله. وعلى فكرة إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وكتبك من السعداء سعادة أبدية، يعني السعادة الأخروية، ستكون من سعداء الدنيا بكل الظروف اللي حواليك، الظروف الذاتية والغيرية والداخلية والخارجية، ستكون سعيدا، ستكون سعيدا. ليه؟ لأنك قرير العين بصحبة ربك
سبحانه وتعالى. فيبقى الشيخ زكريا الأنصاري بيقول التصوف علم تعرف به أحوال وتزكية النفوس. علم مش معلومات مش حفظ، لا ده علم، علم يقين. تزكي به نفسك، قد أفلح من زكاها، أي طهرها ونماها، وقد خاب من دسها. وأن تصفي الأخلاق حتى لا تبقى عندك إلا الأخلاق السامية الكريمة، وأن تعمر ظاهرك بالاستقامة على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباطن بأن تعمره بالإخلاص لربك. أحمد زروق يقول التصوف علم قصد علم علم معذرة علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه، والفقه لإصلاح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة بالأحكام. إيه الجمال دوات؟ ده أحمد زروق خرج بالتصوف عن حده الفردي إلى حده الجماعي، حد المجتمعي، ومن مجرد النظر إلى العمل، ومن علم الباطن إلى علم الظاهر، ومن العلم إلى العمل. علم واحد قصد لإصلاح القلوب، ده الباطن، وإفرادها لله تعالى عما سواه، برضو ده الباطن، والفقه، يا خبر أبيض، التصوف فقه، نعم، لإصلاح العمل، حتى يخرج عملك مخلصا خالصا لله عز وجل، صوابا متبعا فيه شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا، وحفظ النظام. يا الله، يعني وحضرتك جالس في مكانك الصحيح، انت كده راجل بتعمل بعلم التصوف، ايوه، وانت ماشي في الشارع ماشي بالشكل السليم، سواء كنت راجلا ماشي على رجليك او راكبا سيارة ولا مركبة، نعم، وانك تحفظ لسانك عن إذاء الخلق، وذلك لانتظام الحياة المجتمعية، نعم، وأن تكون أمينا في أداء عملك سواء كنت طالبا أو موظفا أو مهنيا أو، نعم، هذا من التصوف، نعم، هذا من التصوف، هذا هو الذي ينقل التصوف من مجرد النظريات الهائمة إلى إصلاح المجتمع وإلى حفظ النظام، وذلك كله لو عملناه بقى نضرب المثل لغيرنا من المجتمعات الأخرى بحكمة التشريع. بيقول هنا وظهور الحكمة بالأحكام، يعني إيه ظهور الحكمة بالأحكام؟ يعني المجتمعات الأخرى ترى حكمة الصلاة فتقول يا سلام، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إمتى؟ لما يلاقوك بالدين بتصلح الدنيا، لما يلاقوك بالدين بتبني الحضارة، لما يلاقوك بالدين بتسود الكون، حينئذ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لأنهم يقولوا هو الناس دول وصلوا إلى ما وصلوا إليه إزاي من التقدم والحضارة كما كان أسلافنا من حوالي 7-8 قرون؟ بالدين، بالأمانة، بالإتقان، بتقوى الله عز وجل، بمراعاة الأحوال الظاهرة والباطنة، بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بذلك سادوا. فيبقى تعريف زروق الحقيقة تعريف في منتهى الجمال. أبو الحسن الشاذلي اللي احنا بنقول عليه الشاذلي له تعريف أيضا مختصر جدا ولكنه في غاية الإحكام، وربما يكون من التعريفات الجامعة المانعة. يقول التصوف تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية. الله، ليه؟ لأن احنا عندنا علاقتنا بالله تبارك وتعالى علاقة فيها تفاعل، فالإله سبحانه وتعالى يستحق أن نكون له عبيدا، وبنسمي ده توحيد الألوهية، والرب
اللي هو خالق الكون ومصرف الكون وبحكمته سبحانه وتعالى يشاء ويفعل وبقدرته، هذه صفات الربوبية. شاذلي بيقول لنا أن نرد النفس بعد أن ندربها على العبودية، أن تعبد الله عز وجل في كل أحوالها بقى. والعبادة هنا ليس هو التصور الضيق اللي هي الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، وإذا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا وأصبحنا من الأثرياء نطلع زكاة ولما يجي الحج نروح نحج ونعتمر والسلام عليكم، لا 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 لا، لا. العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. من الأمور القولية والعملية الظاهرية والباطنية. فممكن حضرتك بتأكل وتبقى عابد، ممكن تلعب ماتش كورة وتاخد عليه ثواب، ممكن تروح تزور جارك وتأخذ أجرا، وتبقى في كل هذه الأمور متعبد لله عز وجل. حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته له بها أجر، بل أكثر من كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة استغربوا جدا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. تخيلوا العبودية والحياء الروحية وتهذيب النفوس والارتقاء بالقلب يصل إلى هذه الدرجة. ابن عجيبة يقول التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك. أقولها ببساطة يبقى معاك دليل، مش عارف الدليل؟ الكتالوج. يبقى معاك الخريطة الإرشادية اللي هتوديك المكان اللي انت عايز تروحه، بس هنا الخريطة الإرشادية هي خريطة أخروية تتبعها وتمشي معاها في المسار بتاعها، أنا آسف بقى لأن المسار بتاعها مستقيم، تمشي معاها في المسار المستقيم بتاعها تصل واحد إلى رضوان الله عز وجل. وطالما رضي الله عنك فأنت من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إيه كمان عند ابن عجيبة؟ وتصفية البواطن من الرذائل، أن تصفي باطنك من الرذائل. باطنك كل الشغل الشاغل بتاعنا هو أن الناس تقول علينا كويسين وحلوين. طب والباطن الخارب يا جماعة؟ لا، أهم حاجة تهتم بالباطن وأن تصفي باطنك من الرذائل، وأن تحليها بأنواع الفضائل، الإخلاص والصدق والأمانة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والتبتل و و و. أوله التصوف علم. يبقى الجهال لا يمكن يستحيل أن يكونوا متصوفا، مش ممكن. أول هذا الطريق العلم، والعلم إنما يؤخذ عن مشايخه عن علمائه عن المتخصصين فيه، كما نرد كل شأن دنيوي إلى أصحابه المتخصصين فيه مهما كان. وسط الطريق إيه؟ عمل. طيب ربنا أكرمني وتعلمت وبدأت أعمل بالعمل، ثق تماما إن الموهبة هتيجي، الكرامة هتيجي من ربنا سبحانه وتعالى، وآخره موهبة. وهذا تعريف وحد، مش محاضرتنا النهاردة، اسمها حد التصوف أو حدود التصوف وتعريفاته. إحنا من خلال الحدود بنقدر نتعرف على، من خلال آسف التعريفات بنقدر نتعرف على الحدود. إذا انتقلنا إلى تعريف آخر لأحد المعاصرين وهو حاج خليفة، يقول التصوف علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم، والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشرية. تحس ان التعريف ده كده فعلا تعريف معاصر، كلماته كلها كلمات سهلة ومعاصرة واضحة لكنها مهمة.
علم يعرف به كيف أرقي نفسي في أهل الكمالات. وهذا الكلام مخصوص بالنوع الإنساني، يعني لا يمكن أن يكون غير النوع الإنساني متصوفا. ليه؟ لنبلغ مدارج السعادة، زي ما بنحب أن احنا نبقى من أهل العلو في الدنيا كده في أمور الدنيا، طبعا الآخرة أولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأيضا أن نتعرف على الأمور العارضة التي تعترض مسيرتنا إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، لنستطيع أن نتخلص أو على الأقل أن نتفادى أو على أقل القليل أن نقلل من حجم هذه العوارض التي تحول بيننا وبين الوصول إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى وإلى الظفر بسعادة الآخرة وجنات النعيم. ولنا مع كل هذه التعريفات الرائعة، إذا سمحتم لي، ثلاث وقفات منهجية. شوف التعريفات كتير قد إيه، هنقف معها ثلاث وقفات فقط. الوقفة الأولى أو الوقفة الأولى بالأحرى، أن بعضا من هذه التعريفات اتكأ في تعريفه للتصوف على حال من الأحوال أو مقام من المقامات، وهذا لا بأس به، غير أنها تعريفات جزئية غير كلية. يعني في بعض التعريفات نطق بها لسان المتصوف من خلال شعوره إما بحال من الأحوال، والحال دوت عبارة عن عارض يأتي للنفس الإنسانية فيلزمها قليلا من الوقت ثم ينصرف. إذا هذا الحال دام، يعني ديمومي، يبقى مقام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه صاحب المقام المحمود، صلوات ربي وتسليماته عليه. كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقامات، ما كانش فيها حال عارض. إنما أنت أحيانا يأتيك حال الخشية فتلاقي دموعك نازلة وقلبك بقى رهيف قوي وإحساسك بقى عالي، يدوم الكلام ده عندك دقيقة دقيقتين ساعة يوم فترة معينة، وبعدين يبتدي بالتدريج كده إيه يرحل عنك ويتركه. فإن أقام الحال فهو المقام. يبقى دي الوقفة الأولى، أن بعض من نطق بتعريف التصوف تحدث عن شعوره حالا أو مقاما. الوقفة الثانية، أن بعضا آخر من هذه التعريفات التي عرضنا لها، وهي تعريفات ماتعة أظن أنكم استمتعتم بها معي بشكل ما، اعتمد على التركيز على الأدب وعلى الأخلاق، وهذا أمر في غاية الروعة والامتياز، نحن نوافق عليه، لأنه لا تصوف بلا أخلاق، لا تصوف بلا أدب. الصوفية الخلص هم الذين يعتدون، يعني يعتزون يعني بالأدب والأخلاق اعتزازا كاملا، وإلا عدوا سيئ الأخلاق قليل الأدب مدع، يعني ليس متصوفا حقيقيا، وإنما هو يزعم ويدعي أنه متصوف وليس صادقا في ذلك، وهو إذا لم يكن حسن الخلق وعظيم الأدب لم يكن من أهل الطريق ولا من أهل الدار الآخرة. الوقفة الثالثة والأخيرة، إذا سئلنا عن التعريف الراجح، يعني سألك ابن الطالب ابنة الطالبة أحد عن تعريف التصوف، يقول لك أنا قرأت كثيرا من تعريفات التصوف، يعني لكنني أريد تعريفا جامعا مانعا، تعريف يقول به صاحب الحال ويقول به صاحب المقام ويقول به صاحب الأدب ويقول به صاحب الخلق، ويشمل الظاهر ويشمل الباطن ويشمل العلم ويشمل العمل ويشمل الموهبة الربانية، فماذا نقول؟ إذا سمحتم لي أنا أختار تعريف سيد الطائفة الجنيد، وهو تعريف آخر، يعني حتى شوف الجنيد له أكثر من تعريف للتصوف، وده دليل على بالفعل على العمق وعلى الثراء. ماذا يقول في الجنيد في التصوف؟ يقول التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية. عد معايا بقى، لأن كل جملة من الجمل دي كل جملة بركن. واحد، تصفية القلب عن موافقة البرية. من البرية؟ الخلق البشر. اثنين، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، الأخلاق اللي مجرد أنا بتخلق بيها
لأن المجتمع يريدني أن أتخلق بهذه الأخلاق. فإذا كان المجتمع يريد مني أن أكون متخلقا بخلق حسن فأنا صاحب خلق حسن، أو بخلق غير حسن فأنا كذلك. لا، لا تكن إمعة. فالأخلاق الطبيعية هي للأسف الشديد ليست أخلاق الإنسان. الإنسان مكرم، عاقل، مكلف، فلا ينبغي أن يكون كأنه يعني في قطيع يساق. لا، بل الأخلاق القلبية وليست الأخلاق الطبيعية. ثلاثة، إخماد الصفات البشرية. وتعبير الجنيد فيه تجوز، لكننا كما قلنا نلتمس له العذر ونحمل كلامه على أحسن المحامل، كما فعل الإمام ابن القيم في كتابه الرائع، بل في موسوعته الرائعة مدارج السالكين. ومجانبة الدعاوى النفسانية اللي هي مجرد دعاوى يعني يزعم صاحبها أنها دعاوى قلبية وهي ليست كذلك، ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة. فكأن الجنيد يقول التعريف مشروحا، كأنه يقول تعريفا مشروحا يحدد حدوده ويحدد أركانه، وما عليك إلا أن تأخذ هذا التعريف وأن تعمل به. نرجو أن نكون بعد كل هذه الجولة الطويلة العريضة العميقة الرأسية الأفقية أن نكون قد أجبنا على السؤال الأول، ما التصوف؟ يبقى أن نجيب في الدقائق المتبقية من هذه المحاضرة عن السؤال الثاني، ومن الصوفي؟ مثلا ذو النون المصري يقول: الصوفي إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق. فالصوفي صوفي في كلامه وفي سلوكه. أبو الحسن الحصري يقول: الصوفي من كان وجده وجوده، يعني هو عايش بقلبه وليس بجوارحه، وصفاته حجابه، يعني الصفات بتاعته هي للأسف الشديد تحجبه عن محاكاة البشر. تعريف آخر لأبي علي الرذباري يقول: الصوفي هو من لبس الصوف على الصفاء، وأطعم الهوى ذوق الجفاء، وكانت الدنيا منه على القفاء، وسلك منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم. التستري يقول: الصوفي من صفى من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى الله عن البشر، واستوى عنده الذهب والمدر. يا خبر أبيض، يبقى الذهب زيه زي الحصو والحجارة. وقفة مع تعريفات الصوفي، نلحظ تحليل صفات الصوفي التي وردت في النقول السابقة قائمة على ركني التصوف الأساسيين: المقامات والأحوال. خلاصة محاضرة اليوم، حاولنا أن نجيب عن التساؤل الأول ما التصوف، وخلصنا إلى أن التصوف له قواعد جامعة. تعريفاته قامت على ركني الأحوال والمقامات، اعتمدت على الأخلاق والأدب، تنوعت تنوعا تكامليا، وأمكننا بفضل الله صياغة تعريف عصري جامع مانع. وخلصنا من الإجابة على السؤال الثاني، من الصوفي، إلى عدة فوائد: أولها أن الصوفي صاحب حال وسلوك، وأنه صاحب حقيقة وشريعة، وأنه صاحب كتاب وسنة، وأن الادعاء لا يغني من الحق شيئا. وفي الختام لنا كلمتان: الكلمة الأولى أن على الجميع أن يصبروا معنا حتى آخر كلمة في آخر محاضرة، لا تأخذوا انطباعا من محاضرة واحدة، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا السابعة، ولكن خذوا الانطباع
من مجموع المحاضرات الثماني. كلمة الختامية الثانية، أرجو أن يكون لنا لقاء مع المحاضرة الثالثة إن شاء الله، التصوف حياة الروح، وستكون بمشيئة الله بعنوان التصوف بين القبول والرفض، أو آراء الرافضين للتصوف وتقويم هذه الآراء. فحتى نلتقي إن شاء الله في المحاضرة الثالثة من مقرر التصوف الإسلامي، أرجو لكم كل خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.